السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا من جديد في القناة. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بألف خير وصحة جيدة. دائما الا كنتو كتشاهدوني لاول مرة فما عليكم غير ضغطوا على زر الاشتراك وضغطوا كذلك على داك الجرس الموجود حداه باش يوصلكم اي جديد ديالي ان شاء الله. دونك اليوم كما كتشوفوا معايا فحبيت انا نقترح عليكم لي كريب عامرين مالحين كيجيو روعة جدا في المذاق وفي الشكل ديالهم كذلك. يمكن ليك تحضريهم كأكلة الا كنتي زربانة اولا بغيتي تبدلي شوية من المهم. هذه فكرة كعشاء سهل يمكن لك تحضري في دقائق وأكيد غيعجب اللي حضرتي لي هذه الأكلة، أكيد غتعجبه. دونك بلا ما نطول عليكم فغنبداو أول حاجة بالحشوة. عندي هنا المكونات بالنسبة للحشوة لكم الاختيار. فأنا هنا غنستعمل بصلة مفرومة أو بصلتين على حسب الكمية ديال الكريب اللي غتوجدوا. عندي كذلك كمية من اللحم المفروم أو الكفتة، عندي كذلك فلفل اخضر مقطع الى مربعات، وعندي القزبر والمعدنوس والقليل من الملح بالاضافه الى التوابل الكركم وقليل من الابزار والزنجبيل والكمون عفوا، وبالاضافه الى زيت الزيتون. دونك هادو هما المكونات ديال الحشوه. غنمر دابا ان شاء الله باش نطيبوا هاد الحشوه. دونك بقاو معايا. دونك هنا بعد ما تسلق البصله ديالي نضيف القليل من زيت الزيتون، وغنضيف القليل من الملح، قرصة من الملح، ونخلي الزبدة ديالي حتى تذبل ليا مزيان، كنحس بيها البالد عاد باش نضيف باقي المكونات ان شاء الله. عاد باش نضيفو الفلفلة والقزبر والمعدنوس وكذلك اللحم المفروم. دابا غنبدا نضيف الفلفل الأخضر في المربعات، وغنضيف كذلك الكزبر والمعدنوس، وغنضيف عندي العطرية هنا، غنضيف الكركمة أو الكركم الجلدي، قليل من الكمون والبزار وباقي العطرية، وغنخلط هاد المكونات جيدا كيتشكلو ليا مزيان. غنضيف كذلك اللحم المفروم، المهم كتخلطو الخلطة ديالكم تجيكم طابت هي هادي تكون بزاف. وغنبدا نضيف اللحم المفروم، اللي عندي المهم على حسب الكمية اللي بغيتو تحضرو. صافي كنخلي الحشوة ديالي كنبقى نحرك فيها، نحرك حتى نحس بيها طاطية مزيان. يمكن غنخلط جيدا، انتم عارفين هاد الخلطة بتوصفات لي طيبة كتغني بالخيط باش نبدا. اذا هنا ضفت القليل من الفلفل الاحمر وقليل من الهريسة كيجي فيهم زوين بزاف هاد لي كخيط. صافي كنستمر هكا حتى كتوجد الحشوة ديالي، كنخليها جامدة باش تدرب. إذا البنات بالنسبة للكريب المالحين غنوجدوهم بهاد المكونات هادو أسهل ما يكون. غنحتاج إلى بيضة واحدة، قبصة من الملح، القليل من الإبزار أو الفلفل الأسود، عندي الحليب وكذلك الزيت. إذا هادو هما المكونات غنحتاجو في الكريب ديالنا. دابا إن شاء الله غنمر للطريقة. اذا بعد ما وضعت البيضه ديالي هنا والقليل من الملح، غنوضع دابا رشه من الابزار، قليل فقط على حسب الذوق ديالكم، وغنضيف الحليب على حسب. يعني هنا استعملت بيضه يعني كميه ماشي كثيره، كوب من الحليب اللي غنضيف. هنا اضفت كوب من الحليب، وغنضيف كذلك ملعقة كبيرة من زيت المائدة كما كتشوفوا معايا هنا،
غنعبر بالملعقة، ملعقة كبيرة. دونك هادو هما المكونات، اسهل ما يكون في الكريب الملحي. كنخلطو جيدا، ومن بعد كنضيفو الدقيق ديالنا بالتدريج. بالنسبة للدقيق يلا غير تضيفو كمية ديال كوب كوب من الدقيق، كنضيف الدقيق هنا ما كاملش كوب، ما نضيفو انا بالتدريج باش ما يجي الخليط ديالي هو هذا، راكم عارفين الخيط ما يجيوش الخليط ديال الخيط، راكم عارفين ما يجيوش تقيل، يجي تقيل وما يجيش جاري بزاف، يعني نورمال ما بينو وبين صافي. غنخمر هكايا حتى نخلص الخيط ديالي ويكون واجدين. اذا هاد هما، هذا هو الخليط ديال الكريب ديالنا واجد. دابا ان شاء الله غنمروا باش نطيبوه. غير كملاحظه فقط، ما يكونش فيه الخليط يجي هكايا، ما يجيش فيه، ما يكونش فيه فقاعات ديال الدقيقه وهذا. فانا كنخدمه في الخلاط الكهربائي، غير اليوم خدمته معكم بهذا الخلاط اليدوي. دونك خاصو يجي هكايا ان شاء الله. دابا غنمروا باش نطيبوه في المقلات، بقاو معايا حتى الاخير. إذن انا هنا راه بديت كنطيب في الكريب ديالي. المهم غير قبل ما تبداوهم راكم عارفين دهنوا المقلاه بالقليل من الزيت باش ما تلصقش لكم. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى كنطيب الكريب ديالي كاملين. نتلاقاو مع التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. إذن هكا كيجيو الكريب ديالي بعد ما طابوا، جاوا رائعين خفافين هكايا، جاوا هائلين. دونك بالنسبه للطريقه ديال الطويان كما قلت لكم، انا هنا غنعمرهم، غنوضع القليل من الحشوه في الوسط ديال الكريب ديالنا بهذه الطريقه كما كتشوفوا. وعندي ديجا هنا المول ديالي مجده ديال زوج او نوع ديال المول اللي غتدخلوا للفران، ندهن بالقليل من الزبده. وعندي هنا الفرماج ديال الساندويتش، اي نوع عندكم الفرماج. المهم انا غنبدا نوضع الحشوه، غير نوريكم الطريقه. وغنبدا نوضع عليه هاد الفرماج من الفوق على المربعات. المهم كيجي فيه هاد الفرماج رائع بزاف. الى طاب، الى بغيتو كذلك ديروه من الفوق. المهم انا غنديرو هكايا من فوق منه باش يعطيني ديك النسمه ديال الفرماج الى طابو. صافي كنشدو هاد كنديرو هاد الطريقه هادي بحال الطريقه ديال الشاورما، كنطويو بهاد الطريقه كما شفتو معايا هنا. نضيفو هكايا وكنديرو هكايا، ها هي بهاد الشكل هذا، كيفاش جا الشكل ديالها رائع. ومن بعد كنوضعوهم مباشره في المول ديالنا. عندي هنا المول اللي ديجا وجدته هنايا، صافي كنوضعوهم بهذه الطريقه حتى كنسالي. المهم غندير معكم واحده اخرى، نضيف القليل من الحشوه وغندير فوق منها الفرماج وكنطوي بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم توضعوا الفرماج المحكوك او اي نوع عندكم من الجبن هاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. المهم غير تدو هكايا باش ما غاديش يتحلو في الفران. المهم غير تدوهم هكايا وكتوضعوا وحده 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 هكايا في المول، صافي كما كتشوفوا معايا هنا. انا غنستمر معاكم، صافي كنستمر انا بهاد الطريقه هادي حتى كنقاد كاع لي كريب ديالي، وكنوضعهم في المول بهذه الطريقه هذه. ومن بعد غنوضع عليهم القليل من الفرماج من الفوق وغندخلهم الفران ان شاء الله باش يطيبوا على خاطرهم، غير يذوب داك الفرماج ونحيدهم من الفران. دونك بهذه الطريقه هذه نفس الشيء، كنوضع الفرماج فوق الحشوه ديالي وكنطوي بهذه الطريقه هذه.
وكان وضعها في المول، اي مول اللي غتستعملوه اللي غتدخلوه الفران. المهم هكايا كنستمر. اذا هكا وجدتهم في المول، دابا غنرش عليهم شويه ديال الجبن المحكوك، وعاد باش غندخلهم الفران ان شاء الله. كيجيو رائعين في المذاق، غير جربوهم فالمذاق ديالهم روعه يا البنات، ما غاديش تشبعوا منهم. المهم كليكم ديروا الفرماج او لا حتى يخرجوا من الفرن، المهم على حسب الاختيار ديالكم. صافي يوم البعد غنخلوهم الفران ان شاء الله حتى يطلقوا مع الشكل النهائي ديالهم. المهم غير حتى يتحم يدوب لينا الفرماج يتحمروا لينا شويه ونحيدوهم، ما نخليهمش بزاف الوقت، ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديالهم ان شاء الله بعد ما يطيبوا في الفران. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالنا بعد ما تحمروا لينا في الفرن غير شويه، وزدت لهم القليم الجبن من الفوق، وهنا رافقتهم بالقليم المطاغ بالمايونيز، كيجيو نهائيين في المذاق ديالهم البنات، اكيد غتعاودوا تجربوهم. المهم هكا كيجي الفيديو ديال اليوم، الى عجبكم ما تنساوش تخليوا لي لايك وتبارطاجيه مع الاصدقاء، والى اللقاء الى الفيديو